بسم الله الرحمن الرحيم، طلابي الاعزاء عشاق علم الاندستريال فارماسي. طبعا اتكلمت معاكم في الفيديو اللي فات عن واحده من العمليات المهمه جدا اللي بتتم في الصناعات الدوائيه اللي اسمها الميكسنج، وعرفنا يعني ايه كلمه بيرفكت ميكسنج، وعرفنا ان دي حاجه بتبقى ثيوريتيكال بس، ولكن البراكتيكال بنعمل حاجه اسمها راندوم ميكسنج. طيب وفهمنا ايه الميكسنج وايه الفكره بتاعته. تعالوا بقى نتكلم عن عكس الميكسنج اللي اسمها الباودر سيجريجيشن، فصل الباودر عن بعضه او الدي ميكسنج. اهو بنقول ان السيجريجيشن ده هو الاوبوزيت افكت بتاع الميكسنج، يعني الكومبوننت هتبدا تنفصل عن بعضها، ودي حاجه مهمه جدا يا جماعه اثناء الصناعه. ليه؟ لان ممكن تؤدي الى مشاكل كتيره جدا، وخاصه في صناعه التابلت والكبسول والكلام ده. ازاي برضو؟ ما هو المادة انا كنت عاملها ميكسنج خلاص وعملت لها بقت هوموجينوس، بقى تركيب متجانس، ممكن الباودر يفصل عن بعضه ويحصل سيجريجيشن، فيبقى في نون يتحول من هوموجينوس الى نون هوموجينوس، او يبقى يتحول من راندوم ميكسنج الى نون راندوم ميكسنج، او ما نحصلش اصلا على راندوم اي ميكسنج. وده بيحصل كتير جدا في اثناء صناعة التابلت. اشمعنى؟ عشان انتوا عارفين ان التابلت بتمر بمراحل كتيره قوي. احنا بنجيب الباودر اللي حجمه صغير ده، طبعا بيبقى عامل لنا مشاكل كبيره جدا في الفلوابيليتي، فببدا اعمل له حاجه اسمها جرانيوليشن، يا رب تبقوا فاكرين، يا اما كانت بتبقى ويت جرانيوليشن او دراي جرانيوليشن. المهم ان هو بيبقى موجود في صوره ايه؟ جرانيولز. الجرانيولز دي كانت بتقلل عمليه السيجريجيشن، وبعدين وكانت بتتحسن الفلوابيليتي. بعد كده المفروض ان انا هنا اهو بدخله بقى جوه جهاز اسمه الجرانيوليتور. يبقى انا بعد ما عملت لهم ميكسنج المفروض ان انا بعمل له جرانيوليشن، وبعدين بعد كده بدخله جوه الهوبر لو تفتكروا اهو، اللي بيملى البانش والداي عشان الحبايه، اهو بنرمي الباودر هنا فتبدا تنزل هنا، وبعدين ينزل عليها حاجه اسمها البانش عشان يكبسها، وبعدين تطلع على هيئه ايه؟ تابلت. شفتوا عمليه مالتي ستيب، عمليه بتتم في عده خطوات. عملت ميكسنج، وبعدين عملت جرانيوليشن، وبعدين عملت بعد كده سايز ريدكشن وميلينج، وبعدين قمت جاي معبيها في الهوبر، وبعدين عملت بعد كده الكومبريشن. شفتوا خطوات كتيره جدا. في كل خطوه من دي لما بنقعد نعمل هاندلنج كتيره على الباودر بعد ما عملت له ميكسنج، عاده بيحصل الايه؟ السيجريجيشن. وعشان كده عايز اقول لكم ان الاجهزه الحديثه كلها دلوقتي بقت بتعمل ميكسنج وتعمل جرانيوليشن وتعمل كوتينج وتعمل كذا خطوه في جهاز واحد عشان نقلل عمليه السيجريجيشن دي. طيب نشوف الكلام ده. بنقول الباودر سيجريجيشن او الدي ميكسنج، قلنا ان السيجريجيشن دي هي عكس عمليه الميكسنج، الكومبوننت هتبدا سيباريت اوت. هي مهمة جدا في تحضير الفارماسيوتيكال برودكت، عشان لو حصلت هيبدأ يحصل الميكس ماي تشينج من راندوم إلى نون راندوم، أو الراندوم ميكسنج ما أقدرش أحصل عليه أصلا، يتحول من هوموجينوس إلى نون هوموجينوس. وقلنا إن الحدوتة دي بتحصل أساسا في الباودر. أهو بقول لكم خلي بالكم، لازم يبقى فيه كير أحطه في اعتباري عشان أمنع السيجريجيشن أثناء الهاندلنج بتاع الباودر بعد ما خلطتهم مع بعض. يعني اثناء ما بنقله من الميكسر الى الجرانيوليتور، ولما باجي اعبيه في الفيلنج ماشين اللي هو اسمه الهوبر لو تفتكروا، اما اجي اعبيه في الايه؟ في الهوبر، برضه ده لازم احطه في اعتباري. وكمان ده كله في التابلت او الكبسول او الساشيت فيلنج ايه؟ ماشين. طيب ايه تاثير الباودر سيجريجيشن؟ بصوا يا جماعه، طبعا ان شاء الله اما تيجوا تدرسوا السنه الجايه الكواليتي كنترول، ان شاء الله ابقوا تابعوا فيديوهاتي فيها، هتلاقوا ان احنا بنعمل كواليتي كنترول، بنقعد نعمل شويه تيستات كده. من ضمن التيستات اللي احنا بنعملها دي، وانتوا كنتوا خدتوها قبل كده برضه، تيستات بنعملها على التابلت كان اسمها الكونتنت يونيفورميتي، اتاكد ان الكونتنت اللي موجوده في كل حبايه متشابهه او وزن ذا رينج او وزن ذا ليميت، في الليميت بتاعها. كمان كان بيحصل حاجة اسمها، أو كنت بعمل حاجة اختبار كده اسمه ويت فاريشن، إن أنا أتأكد إن هما كلهم نفس الإيه؟ نفس الوزن. عايز أقول لكم إن لما بيحصل باودر سيجريجيشن بيبدأ يحصل مشاكل في الكونتنت فاريشن، يعني ما بيبقاش فيه كونتنت يونيفورميتي، وكمان بيبقى فيه ويت فاريشن، يعني ما بيبقاش كلهم نفس الإيه؟ نفس الحجم. بنقول يا جماعة إن السيجريجيشن هيؤدي إلى ان يحصل زياده في الكونتنت فاريشن، يبقى في تغير في الكونتنت او المحتوى. In sample taken from the mix and may cause patch to fail. بصوا الباتش اللي انا مصنعها دي هتفشل، هعمل لها ريجكتد، لان طبعا
هيبقى اما اجي اعمل عليها الكونتنت يونيفورميتي تيست هلاقي ان هم مش كلهم يونيفورم في الكونتنت، فهقول عليها انها ريجكتد او المفروض انها ترجع للمصنع عشان يعيد تصنيعها مره تانية. كمان لو السجريجيشن ده حصل جوه الهوبر، وانا فهمتكم ايه الهوبر بقى، الهوبر ده الجهاز اللي هو كان بيملى ده كده كنا بنسميه الداي، يملى الداي ده برمي الباودر فيه ينزل هنا يقوم جاي معبي الايه الداي، وبعدين الداي دي تقوم جايه داخله على حاجه اسمها البانش تقوم جايه ضغطاها كبساها على هيئه حبايه. طيب قلنا ان لو السجريجيشن او عمليه الفصل دي حصلت جوه الهوبر هبص الاقي كمان ان الحبوب مش بس كونتنت فاريشن، لا ده انا هلاقي كمان في ويت ايه ويت فاريشن، هلاقي ان في كمان ان اكسبتبل فاريشن ان ايه ان ويت ممكن يحصل. طب امتى بقى يحصل السجريجيشن؟ يعني السجريجيشن دي حاجه مش كويسه يا دكتور، طب امتى بتحصل او ليه هي بتحصل؟ بتحصل لما تكون الحبيبات اللي انا او الباودر اللي انا مستخدمه مختلف عن بعض في الحجم او في الشكل او في الدنستي. وهنبدا بقى نمسك تاثير حاجه حاجه من دول ونبدا نشوف تاثيرها على عمليه السجريجيشن. فبقوله ان السجريجيشن بيحصل لما الباودر ار نوت كومبوزد اوف مونو سايزد سفيريكال بارتكل، يعني مش كلهم نفس الحجم ومش كلهم سفيريكال، ولكن بتحتوي على بارتكل بتختلف في الشكل والحجم والدنستي او الكثافه. ناخد واحده واحده. اول حاجه الحته اللي جايه دي مهمه جدا، تاثير السايز. تاثير السايز لو جينا نشوف تاثير السايز كده يا جماعه هنلاقي ان هو حاجه من ثلاثه، يا اما بيركوليشن وده بيبقى تحت تاثير الجاذبيه. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ اللي بيحصل ان انت لما يبقى عندك حبيبات حجمها كبير وحبيبات حجمها صغير، اكيد اكيد الحبيبات اللي حجمها صغير دي بتقدر تمشي ما بين الفويد فوليومز اللي هي المسافات الصغيره اللي انتوا شايفينها دي، فهتبدا تفصل لتحت اهو تترسب الى ايه؟ الى اسفل، وخاصه لو كانت الدنستي بتاعتها كمان عاليه. فده بيبقى تحت تاثير الجاذبيه الارضيه، ده بنسميه بيركوليشن سيجريجيشن. خلي بالكم من اسامي السيجريجيشن وبتحصل ازاي. فبقول اهو البارتكل سايز ديفرنس او الاختلاف في البارتكل سايز، سوري، لو جينا نشوف البارتكل سايز ايه ديفرنس هنلاقي ان الديفرنس في البارتكل سايز بتاع الكومبوننت هو المين كوز، هو المسبب الاساسي لعمليه الباودر ايه سيجريجيشن. البيركوليشن سيجريجيشن، نشوف يعني ايه كلمه بيركوليشن. بيركوليشن يعني نقع، معناها بالعربي كده النقع، بس هنا ليه معنى تاني بقى، ان ايه؟ ان الحبيبات اللي حجمها صغير بتقدر تمشي في الفويد فوليوم او الفويد سبيسز اللي هي المسافات الصغيره اللي انت شايفينها دي، وتقوم جايه مترصبه لي تحت اهو، هتقعد بقى هي عشان حجمها صغير هتمشي هي في الفويد سبيسز دي وتقوم جايه مترصبه تحت، وخاصه كمان اهو كده حصل سيجريجيشن، وصل الحبيبات اللي حجمها كبير بقت مفصوله عن الحبيبات اللي حجمها صغير. فبنقول the small particle tend to fall through the voids between larger one، يبقى هي بتقدر تقع او بتمشي في الفويدز اللي هي الفراغات اللي موجوده ما بين الحاجات او الحبيبات اللي حجمها كبير، وبالتالي move to the bottom of the mass، تنزل لتحت اهو. This occur by the effect of good powder، على فكره ده بيحصل في الجود باودر فلوابيليتي واثناء الفايبريشن. ايه الفايبريشن ده؟ عشان كده انا قلت اهو لما بنيجي نعمل تصنيع الحبايه المفروض انها ما تمرش بقى بنعمل جهاز واحد يحصل فيه الكلام ده كله، مش اثناء، لان اثناء الترانسفير مثلا تخيلوا كده انا عملت لها ميكسنج هنا وبعدين باخدها بنقلها، اثناء عمليه النقل دي حصل فايبريشن، حصل فايبريشن، حصل ان الحبيبات دي اتعرضت لحاجه اسمها فايبريشن موشن، فيبدا بقى يحصل الكلام اللي احنا شفناه ده اللي هو السيجريجيشن بعمليه البيركوليشن. ده اول حاجه عايزكم تعلموا كل حاجه كده. يبقى البيركوليشن ده بيتم للحبيبات اللي حجمها صغير وبيتم عن طريق الجرافيتي او الجاذبيه الارضيه. تعالوا نشوف برضو التراجكتوري سيجريجيشن. التراجكتوري سيجريجيشن ده بقى يا جماعه بيعتمد على الكاينتيك انرجي، بنقول ان دي الحبيبات اهي كانت مختلطه مع بعضها، عاده الحبيبات الكبيره دي بيبقى الكاينتيك انرجي او طاقه الحركه فيها كبيره شويه، وعشان كده تند تو موف تو لار، يعني تمشي مسافات اكبر عشان الكاينتيك انرجي بتاعتها كانت عاليه. طيب يبقى دي مرتبطه بمين؟ بالكاينتيك انرجي، اوعوا تنسوا مرتبطه بالكاينتيك ايه؟ انرجي. حصل كده سيجريجيشن ولا ما حصلش؟ حصل طبعا، ادي الحبيبات الصغيره لوحدها، وادي الحبيبات الميديوم سايز لوحدها، وادي الحبيبات اللارجر سايز لوحدها، وده طبعا بيسبب لي مشاكل جدا، يبقى كده عمليه الميكسنج انتهت، باظت. طيب ادينا دليل على كده، الدليل على كده يا جماعه ان احنا لما بنيجي نرمي، يعني لو انا جايب مثلا كان عندكم تجربه كده اسمها الانجل اوف ريبوز، ما اعرفش اذا كنتوا انتوا فاكرينها ولا لا، كنت برمي الباودر هنا عشان ينزل من قمع وكنت بشوف حجم الهيب او الكومه اللي انا عاملها دي،
كنا كان ليها طريقه كده بحسب بيها حاجه اسمها الانجل اوف ريبوز. المهم لو انتوا لاحظتوا هتلاقوا في النهايات هنا اهو، هنلاقي ان حاجات حجمها كبير، البارتكلز دي حجمها ايه؟ كبير. ده دليل على انها الكاينتيك انرجي بتاعتها كانت كبيره، فعشان كده مشيت تو ذا ايدج في الايه؟ في الحواف. تعالوا نشوف الكلام ده. بقول the larger the particle will tend to have more greater أو kinetic energy، بيبقى عندها طاقة حركة أكتر. imparted to them and therefore move greater distance، تمشي مسافات إيه؟ أكبر. أما the smaller particle أهو than smaller particle before they come to rest، يعني بتمشي مسافة كبيرة قبل ما إيه؟ قبل ما تقف. زي مثلا لو لقيت larger particles في الحواف بتاع الباودر هيب الكومة لما poured from the container، لما برميها من كونتينر، قلت لكم افتكروا كده تجربة الأنجل أوف ريبوز اللي كنا بنقعد نرمي فيها الباودر، كنا بنحط ورقه بيضه كده يا رب تبقوا فاكرين، لغايه ما يعمل كومه هيب اهي. هنا اهو بقى لو بصيتوا في نهايات الهيب دي هتلاقوا انها موجود فيها لارجر ايه؟ لارجر بارتكلز. يبقى احنا كده خدنا كام نوع من انواع السجريجيشن نتيجه الحجم. خدنا البركوليشن سجريجيشن وده بتاع الجزيئات اللي حجمها صغير، وخدنا التراجكتوري سجريجيشن وده بتاع الحاجات اللي حجمها كبير. اما بقى الالوترييشن وده بيكون تحت تأثير، يا جماعة ده كان تحت تأثير الجاذبية الأرضية اوعوا تنسوا. أما الإلوتريشن فده تحت تأثير الإير، تحت تأثير الإير. يا رب تبقوا فاكرين كده، كنا خدنا حاجة اسمها الفلودايزد بيد دراير، معرفش إذا كنتوا فاكرينها ولا لأ، بس هي كانت بتبقى عبارة عن حلة كده أهي وفي الدراينج، وبعدين بحط فيها الباودر اللي أنا عايزه. وكنت بقول إن الجهاز ده فيه ميزة إن هو بيعمل كذا حاجة، كنت بقول عليه 3 في 1، كان بيعمل ميكسنج وكان بيعمل سايز ريدكشن وكان بيعمل ايه كمان؟ وكان بيعمل دراينج. طب ازاي؟ كنت انا بحط الباودر اللي انا عايزه اهو، مجموعه من الباودر اللي انا عايزهم يختلطوا مع بعض وعايزهم ينشفوا، هقوم جاي اعمل ايه؟ هقوم جاي ممرر هواء سخن، هواء سخن هوت اير من تحت هنا، فكان يطلع، كنا بنقول عليها فلويدايزد. يعني ايه فلويدايزد؟ يعني suspended in air، تطلع فوق كده. فكان بيحصل ايه بقى؟ اتخلطوا مع بعض ولا ما اتخلطوش؟ اما طلعوا فوق هنا كده وحصل لهم تجفيف عشان الهواء اللي داخل ده هواء ايه؟ هواء سخن. وبعدين بعد كده كان الهواء ده بيدخل على هيئه pulses كده، يعني يخليهم ينشفوا وبعدين يرجعوا يعملوا seedling يترسبوا تاني تحت، اقوم جاي مدخل هواء كمان، يقوم جاي مطيرهم ومنشفهم ومرجعهم مره تانية. وكنا بنقول ان ساعات بيحصل ما بينهم friction او احتكاك، فكان بيحصل برضه size ايه؟ reduction. المهم اثناء الايه بقى موضوع الالوتريشن ده، جاز فلو راح جاي واخد الحبيبات اللي حجمها صغير عمل لها داستنج اوت، خلاها متعلقه فين اهو، عمل لها فلويدايزيشن، خلاها متعلقه في الايه؟ في الهواء. والحبيبات اللي حجمها كبير وقعت تحت. وبعدين طيب الحاجات اللي فوق دي بقى يا اما هتيجي تنزل على السطح بتاع الحبيبات الايه الكبيره اهو، هو ده اللي هيحصل، وده اسمه الوتريشن. ما هو برضه عمليه فصل اهو، مش ده كده عمليه فصل اهي، بس هنا تم عن طريق الجاز فلو. فهو ده بقى معنى كلمه الالوتريشن سيجريجيشن، نخلي بالنا، او اسمه الداستنج ايه اوت. برضه الاسامي مهمه جدا يا جماعه. تاني البركوليشن سيجريجيشن ده بيتم للحبيبات اللي حجمها صغير، التراجكتوري سيجريجيشن ده بيتم للحبيبات اللي حجمها كبير وبيعتمد على الكاينتيك انرجي، هنا ده بيتم عن طريق الجاز فلو وبيفصل الحبيبات الصغيرة عن الحبيبات الكبيرة. الالوتريشن سيجريجيشن أو داستنج أوت، then the material is discharged from the container. Fine particle أو dust tend to plume upward by turbulent air أهو، ده عن طريق الهواء. As a mass sample and remain suspended in the air، شفنا الحبيبات دي هتنيها إيه؟ suspended in the air. When the mixer is stopped، لما الميكسر ده بقى أنا هوقفه، أو الماتيريال discharged أشيل الماتيريال دي من جوه، these particle will sediment هتبدأ تترسب على شكل طبقة على قمة الكورسر إيه؟ بارتكل، قلت لكم هتنزل بقى تترسب كده على سطح الإيه؟ الحبيبات الكبيرة. طبعا دي قصة كبيرة قوي يا جماعة، دي برضو بتحصل في حاجة اسمها تامبلر ميكسر، هنتكلم عليه كمان شوية. التامبلر ميكسر اللي هو مثلا في منه الفي شيبد ميكسر، خدتوه أنتوا في العملي، اللي بنحط فيه هنا أدي باودر وادي باودر، ويبدا هو بقى يلف لتحت والايه والفوق، فيخلي الباودر يقعد يختلط مع بعضه. هنا برضو ما هو انا ما كنتش بملاه كله، كنا بنعمل نقول بريفنت اوفر فيلينج، يعني ما تملاهوش على اخره، عشان وهو بيلف هتبدا الباودر دي تنزل لتحت وبعدين ترجع تطلع هنا وبعدين تنزل لتحت وبعدين تطلع هنا، فهو عمال بيلف بيعمل كده، فطبعا بيبقى فيه شويه بقى داستد اوت
يعني موجوده على هيئه داست اثناء ما هو بيعمل تامبلينج. كده احنا اتكلمنا عن البارتكل سايز افكت، وعرفنا يعني ايه كلمه البركوليشن سيجريجيشن، وعرفنا يعني ايه كلمه التراجكتوري سيجريجيشن، وعرفنا يعني ايه كلمه الالوتريشن سيجريجيشن. هنشوف بقى تاثير الدنستي او الكثافه. اكيد اكيد يا جماعه الحاجات اللي هي هاير ان دنستي هتبدا تترسب لتحت عشان بيبقى الكثافه بتاعتها عاليه فبتنزل لتحت. فبنقول لو الكومبوننت كانت بتختلف في الدنستي، المور دنس ماتيريال عندها تندنسي تو موف داونورد، هتتحرك لتحت ايفن حتى لو كان ليها نفس السايز ار سيميلر. الجمله دي مهمه جدا. طيب ها التراجكتوري سيجريجيشن، فاكرين لو كنا بنقول ان هو بيتم الحبيبات اللي حجمها صغير لا سوري التراجكتوري اللي كان بيتم الحبيبات اللي حجمها كبير، بنقول برضو ان هيحصل يا اما تراجكتوري سيجريجيشن يا اما بيركوليشن ايه سيجريجيشن. دي اللي كانت بتتم الحاجات اللي حجمها كبير، ودي اللي كانت بتتم الحاجات اللي حجمها ايه صغير. بس هنا خلي بالكو الحجم ثابت بس ديفر ان دينستي. اهو التراجكتوري سيجريجيشن هيحصل للبارتكل ويز ذا سيم سايز بس ديفر ان دينستي، والبيركوليشن سيجريجيشن برضه مور بوتنشيتد لو كان الماده الدنسر دي، يعني اختلاف في الدنسيتي او اختلاف كمان في الايه في الحجم. يبقى لو كانوا نفس الحجم بس بيختلفوا في الكثافه هيبقى اسمه تراجكتوري سيجريجيشن، اما لو كانوا حجم صغير وكمان الكثافه مختلفه هيبقى اسمه بيركوليشن سيجريجيشن. يا رب تكونوا فهمتوا ايه الفرق او ايه تاثير الدنسيتي. اتفقنا مع بعض ان الحاجات اللي الدنسيتي بتاعتها عاليه بتحب دايما تنزل في البوتوم او داونورد، وقلنا ان هيحصل لو كانوا نفس الحجم بس واحده الدنسيتي بتاعتها مختلفه يبقى اسمها تراجكتوري سيجريجيشن، اما لو كانت الدنسيتي مختلفه والحجم كمان مختلف فالصغير بينزل لتحت قوي يبقى اسمه البيركوليشن ايه سيجريجيشن. طيب احنا كده اتكلمنا عن تاثير لو تفتكروا البارتكل سايز، اتكلمنا عن تاثير الدنسيتي، هنبدا بقى نتكلم عن تاثير الشيب الشكل. عاده يا جماعه احسن شكل بيعمل فلوابيليتي هو الشكل المدور، السفيريكال بارتكل سيجريجيت، بس عيبها هو بقى هي نعمه ونقمه. ايه بقى النعمه اللي فيها؟ انها الفلوابيليتي بتاعتها عاليه جدا، اما النقمه اللي فيها انها تند تو ايزلي تو بي سيجريجيتد، سهل قوي انها تفصل عن ايه عن بعضها. انت عارفين بقى اللي هي الريجولار او النيدل شيبد بارتكلز بتبقى ليه ما بتنفصلش عن بعضها؟ تخيلوا ان انتوا جايبين حاجه عامله كده، مش ده شكل الريجولار؟ هتبص تلاقوا وادي واحده تانية شكلها الريجولار او حبيبه تانية، هتبص تلاقوا ان هم دخلوا عملوا انترلوكد، يعني دخلوا مع ايه مع بعض، فبيبقى صعب قوي ان انت تكسر الروابط اللي حصلت ما بينهم هنا، فبيبقى صعب ان يحصل لهم سيجريجيشن. فبقول ان الريجولار او النيدل شيبد بارتكلز ممكن بتبقى انترلوكد، دخلت في بعضها، فنقلل التندنسي تو سيجريجيت وانس ميكسينج هاز اوكير. طب بس يا دكتور هل ده معناه كويس ان احنا نخلي الحبيبات الريجولار؟ لا للاسف، لان انا قلت لكم ان انا ما بين نعمه وايه ونقمه. نعمه انها تبقى لها جود فلوابيليتي اوت ويت اعلى بكتير من نعمه انها تبقى نوت سيجريجيتد. طيب النون سفيريكال بارتكل برضو عندها جريتر سبيسيفيك سيرفاس اريا، وبتخليها تقلل برضو السيجريجيشن عن طريق انها بتزود الكوهيسيف افكت. خلي بالكو ان احنا كنا قايلين كوهيسيف دي اللي هي مع اللايك، ادهيسيف مع الحاجات الديس لايك. فطبعا خلي بالكو برضو الحاجه الريجولار دي لو انتم ملاحظين هتلاقوا ان مساحه السطح بتاعتها بقت كبيره، فهيبقى في كوهيسيف فورسز ما بينها وما بين الحبيبات اللي شكلها اللي زيها، وعشان كده احنا قلنا كوهيسيف. فبنقول ان زياده مساحه السطح ده عشان هي يبقى بصوا بقى يبقى بيحصل انترلوكينج فده يقلل عمليه السيجريجيشن، وكمان زياده مساحه السطح فبيزيد الكوهيسيفنس او كوهيسيف افكت، بس برضه بيقلل وبيقلل بس بيزود بقى ان يحصل داستنج اوت. يعني ايه داستنج اوت؟ ما قولوا لي كده، ما هو دي مساحه السطح بتاعتها ايه؟ كبيره، وجت معاها حبيبه برضه تانية معاها مساحة سطحها كبيرة، فبدأوا يعملوا الانترلوكينج اللي أنا بقول عليه ده بقى، أدي الانترلوكينج وكمان التفاعل بمساحة السطح. طب والحاجات اللي حجمها صغير بقى؟ الحاجات اللي حجمها صغير بقى هيحصل لها داستنج أوت،
هيحصل لها داستنج ايه اوت. يبقى شفتوا كده، يبقى قلنا ان السفيريكال بارتكل دي اكتر واحده سهل ان يحصل لها سيجريجيشن. الريجولار او النيدل شيب ده ما بيحصلهمش سيجريجيشن عشان بيحصل ما بينهم انترلوكينج. كمان زياده مساحه السطح بتاعه النون سفيريكال بارتكل بتزود الكوهيسيفنس افكت، بس للاسف برضو ممكن تعمل داستنج ايه داستنج اوت. اظن انتوا فاكرين يعني ايه داستنج اوت، الالوتريشن سيجريجيشن، اوعوا تنسوا. طيب ازاي بقى يا دكتور عمليه السيجريجيشن دي حاجه وحشه، ازاي انا اقلل بقى عمليه السيجريجيشن دي؟ يلا تعالوا معايا نشوف. اول حاجه ان انا اختار سايز فراكشن. يا جماعه احنا كنا بعد ما بنعمل، يعني انتوا ما خدتوش الكلام ده معلش، انتوا يعني ايه خدتوا قشور كده، احنا بنعمل حاجه اسمها سايز ريدكشن، يعني بصغر حجم الحاجات بالهامر ميل. الكلام ده لسه هتاخدوه في الاندستريال 2، وبعدين بعد كده بعمل لهم سيفنج، بندخلهم عشان احصل على الحاجات اللي حجمها واحد اللي ليها نفس الايه نفس الحجم. فاخلي السايز فراكشن يعني اخليهم تقريبا كلهم مونو ايه سايز، عن طريق ان انا اعمل سيفنج اهو، احصل كلهم على نفس الايه الحجم عشان ابعد عن الحاجات اللي هي الفاين الصغيره قوي او اللامب. يعني يا جماعه من الاخر احصل على الماتيريالز كلها تبقى موجوده في نارو رينج من الايه السايز. كمان ميلينج اهو، بطحن الكومبوننت عشان اقلل البارتكل ايه سايز، وبعد ما اعمل لها ميلينج زي ما قلنا هعمل لها سيفنج عشان احصل على نفس الايه الحجم. يبقى بعمل لها ميلينج الاول واعمل سيفنج عشان برضو احصل على ان كل البارتكل يبقى ليها النارو بارتكل سايز ايه رينج. كمان يا جماعه بنعمل كريستاليزيشن، لسه انتوا هتدرسوا الكريستاليزيشن بالتفصيل ان شاء الله، اثناء نعمل كنترولد كريستاليزيشن عشان احصل برضو على حاجات ليها نفس الايه نفس السايز. لان انتوا لما تيجوا تشوفوا لما نيجي ندرس الكريستاليزيشن هتلاقوا ان انا لو عملت رابيد كولينج او رابيد ايفابوريشن او الحدوته حجم الكريستالز بيطلع حجمه ايه حجمه صغير. يبقى كنترولد، يبقى هعمل كنترولد ايه كريستاليزيشن عشان برضو احصل على الكومبوننت اللي ليها نفس الايه نفس الحجم. كمان يا جماعه اختار اكسيبيانت، الاكسيبيانت دي بيكون عندها نفس الدينستي. بصوا هنا احنا كنا عمالين بنتكلم في الحجم، لو تلاحظوا هنا بقى هتكلم عن الدينستي. اختار اكسيبيانت، انتوا عارفين ان اي دواء في الدنيا بيتكون من اكتف فارماسيوتيكال انجريدينت ومعاه اكسيبيانت، فالمفروض ان الاكسيبيانت دي مع الاكتف فارماسيوتيكال انجريدينت يبقى ليهم نفس الدينستي عشان ما يفصلوش عن بعض. فبنقول اهو ان احنا بنختار اكسيبيانت اللي ليها نفس الايه نفس selection of excipient have same or near density بتاع الاكتف ايه بتاع الاكتف كومبوننت. يبقى احنا في الثلاثه الاولانيين دول كنا بنتكلم عن الحجم، الحاجه الثانيه هنا بنتكلم عن الدينستي. شفتوا هعمل granulation، وانا قلت لكم الحدوته دي عشان للباودر ميكس عشان اعمل granules with same weight and particle size. عايز اقول لكم يا جماعه ان في اثناء granulation دي وبالذات في الويت granulation انا بحط binder. البايندر ده بيعمل ايه؟ بيخلي الحبيبه دي تمسك مع الحبيبه دي تمسك مع الحبيبه دي، فبرضه انا افويد السيجريجيشن، فانا منعت الايه؟ منعت السيجريجيشن بتاعهم. يبقى ابدا اعمل حاجه اسمها الجرانيوليشن بتاع الباودر، وكان احسن طريقه اصلا للجرانيوليشن كان الويت جرانيوليشن اللي بستخدم فيها ويت او جرانيوليتنج فلويد، والجرانيوليتنج فلويد ده كنت بحط فيه بايندر. انا بفكركم بشويه حاجات انتوا كنتوا دارسينها قبل كده في السيوتكس. الجرانيوليشن بتاع الباودر ميكس عشان يعمل جرانيولز with the same weight and particle size. كمان باودر فايبريشن، اخلي بالي ان الفايبريشن والموفمنت المفروض ان انا اقللها جدا، لان انا قلت لكم ان دي بتعمل سيجريجيشن بعد ما حصل ميكسنج، فاكرين؟ وعشان كده قلنا الاجهزه الحديثه كلها بتعمل بقى ميكسنج وبتعمل دراينج وبتعمل جرانيوليشن وبتعمل كل حاجه في نفس الايه في نفس الجهاز. الماشين هوبر، الهوبر انا قلت لكم يعني ايه الهوبر، الهوبر ده احنا مختارينه بشكل معين وديزايند بطريقه ايه معينه بحيث ان هو يقلل الوقت اللي قاعد فيه الباودر هنا، لان انا لو حطيت الباودر كتير هنا يا جماعه هيبدا بقى يحصل ادهيسيف، هيحصل ادهيسيف باور ما بينه وما بين الهوبر، وبالتالي هيبقى لو فلوابيليتي مش هيبقى فلوابل. الماشين هوبر ديزايند وسيوتابل شيب عشان اقلل الريزيدنس تايم، يعني ما اخليش الباودر يقعد جواها فتره طويله اوف ذا باودر انسايد ات. كمان
بستخدم equipment اهو، استخدم equipment بيعمل العديد من البروسيس in one unit can be carried out من غير ما انقل الباودر من جهاز الى جهاز اخر. كمان هعمل بقى حاجة اسمها الاوردرد ميكس. طب ايه يا دكتور الاوردرد ميكس ده؟ اكمله معاكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.